بصائر تملأ الآفاق نورا وتنشر في مرابعنا العبيرا، صفت وسمت وطابت فهي عذب نمير يقتفي عذبا نميرا، تزيد القلب إيمانا وتجلو عن القلب المريض أذى كثيرا، فكم من حكمة فيها وقول ينير العقل أو يذكي الشعور، حديث ذو شجون ساميات جميل رصفها تشفي الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم في هذا البرنامج بصائر وبصيرة جديدة نأخذها لنسلط الضوء عليها بإذن الله مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله، حيا الله المشاهدين والمشاهدات. دكتورنا الكريم، من يعمل سينتقد، وهذا أمر واضح وبين لكل الناس، لكن ثقافة النقد، وهذا هو عنوان هذه البصيرة، هل له ثمار؟ وهل هناك من الأمور التي نسلط الضوء عليها وعلى ثقافة النقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النقد هو في الحقيقة سبيل للنهوض في المجتمعات والرقي في الأفراد، والنقد كان في السابق إذا تكلم عنه إنما يتكلم عن النقد الأدبي، وبذور النقد الأدبي معروفة منذ الجاهلية، حيث كانت البذور موجودة، وكان النابغة الذبياني تضرب له قبة من أدم لكي يحكم بين الشعراء، فيأتون يعرضون عليه قصائدهم. وقبله كان يعرف ما يسمى بحكومة أم جندب، وهي زوجة امرئ القيس، التي حكمت بينه وبين علقمة بن عبدة الذي سمى بعلقمة الفحل، لأنها حكمت له على امرئ القيس فطلقه وقال هو لك فحل، في قصيدته البائية لما قال خليلي من رابع على أم جندبي لنقض لبنات الفؤاد المعذبي، فإنكما إن تنظران يا ساعة لدى الدهر تنفعني لدى أم جندبي، ألم ترى يعني كلما جئت زائرا وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي. يا سلام. فوصف فرسه قال فللصوت ألهوب وللزجر درة وللسير منه وقع أخرج منعبي. فقالت لعلقمة اسمعني قصيدتك، فقالها ومن ضمنها وصف فرسه قال فأدركهن ثانيا من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب. قالت إن فرسك يا أمر القيس يحتاج إلى صوت وإلى ضرب، أما هذا ففرسه يسبقهن بكل ارتياح. يا سلام. وحكمت له. ثم عاد سار النقد إلى بداية صدر الإسلام، ثم تطور يعني مثل نقد الشعر لقدامة بن جعفر، ثم اختلط بعلم البلاغة وصارت الكتب اللي تجمع بينها ككتاب مثلا أبي هلال العسكري الصناعتين الذي أودع فيه نظراته الأدبية، إلى أن وصل لعصرنا الحاضر، والكلام فيه طول. وما حصل بين مثلا الرافع وخصومه بما يسمى حين بالنقد الأدبي، بعضهم يقولهم باب الحقد الأدبي من باب، لأن المعارك زادت وطغت عن حدها. صحيح. واعترفوا في كبارهم أنها قد زادت وإن كان فيها مادة علمية ثرية.
ثم عاد صار النقد يعني تطور مدلوله، وفي هذا العصر صار له دوي. نعم. يعني النقد يعني نقد مثلا المقالات ونقد الأوضاع ونقد مثلا النظريات مثلا السياسية أو الاقتصادية أو العلاقات العامة أو الخدمات التي تقدم، يعني صار النقد مفهومه واسعا. نعم. والحقيقة أن النقد له أدوات. النقد يعني مع الأسف أن الآن أصبح كل ينتقد، مع أن النقد كالدواء. صحيح. والدواء يحتاج إلى مقدار معين، وإلى محل قابل، وإلى طبيب حاذق يعرف كيف يصرفه. صحيح. والنقد كذلك يحتاج إلى حكيم، ويحتاج إلى حسن معالجة، وإلى مقدار المعالجة. نعم. فإذا كان النقد كذلك أتى أكله أضعافا مضاعفة. نعم. وإن انتقل إلى موضوع آخر بحيث قام بالنقد من ليس أهلا له، أو انتقد المنتقد وزاد عن حده، أو وضع النقد في غير محله، فهنا تبطل قيمته ويكون ضرره أكثر من نفعه. نعم. هنا تجرنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إلى سؤال آخر، هل يعني النقد هو الإسقاط أما هناك تلازم بين النقد والإسقاط والتجريح؟ ليس هناك تلازما، النقد شيء والإسقاط والتجريح شيء آخر. جميل. الطعن في الإنسان في نسبه وفي هيئته وفي بلده وفي أسرته شيء، والنقد شيء آخر. النقد ينبغي أن ينصب على الأفكار، أن ينصب على القضية الحاضرة، أما الإسقاط والتجريح فهذا باب آخر يجيده كل أحد، وكل من تسفه وزاد في السفه فلا تنتظر منه إلا الإسقاط والتجريح، أما النقد فهو باب آخر. ثم إن النقد أيضا لا يعني التركيز على المعايب، وإن كان الأصل فيه أن يعني إذا وجدت العيوب أن النقد هو الذي يصلحها، لكن أحيانا من النقد أو مما يدخل فيه تبعا هو التأكيد على المعاني الطيبة والمعاني السامية، والتأكيد على الصحيح منها حتى يستمر عليه من بدأ به، فهو تعزيز لها وتقوية لها، ويراد أيضا أن تلحق الأخطاء بهذا الصحيح. جميل. لكي يكون يعني السير على طريق أمام راشدة. نعم. أحيانا نجد أن النقد يعني لا يكون في مكانه لمجرد إصابة هؤلاء الأشخاص ولمجرد إسقاط هؤلاء الأشخاص، وكذلك نهيج المجتمع لأجل إسقاط هؤلاء الأشخاص، هل هذا يدخل في النقد أم ماذا؟ النقد كما مر قبل قليل لا يراد به الإسقاط ولا التجريح، النقد هو إصلاح، هذا هو الأصل. نعم. وأما الإسقاط فهذا باب آخر. نعم. لكن أحيانا قد يختلط على بعض الناس. نعم. أو بعض الناس يخلط بين النقد والإصلاح في طريقة نقده، هو ينقد فلانا من الناس وما يريد إصلاحه، إنما يريد إسقاطه وإنزاله مدرجته عند الجمهور. نعم. هذا ليس من النقد في شيء، إنما هو ناتج عن تعصب أو ناتج عن أي أمر من الأمور. الشاهد أن النقد شيء آخر. جميل. لا ليس من هذا القبيل. نعم. هل النقد يعني إلقاء النقد أو المعلومة في أي شيء كانت؟ أحسنت. يعني أيضا النقد من أدواته أن لا يلقى جزافا هكذا، أن تأتي بالمعلومة هكذا عارية من أي ثوب. نعم، صحة المعلومة وصدقها وصدق النظرة في الأمر المنتقد هذا شيء، لكن النقد يحتاج مع ذلك إلى حسن أسلوب وذوق وجمال وتأتي. نعم، النقد بحد ذاته ثقيل. صحيح. فكيف إذا جمع إليه غلظ العبارة وشدتها؟ ولهذا يقول يونس بن عبيد: لو أمرنا بالجزع لصبرنا. صحيح. يشير إلى ثقل الموعظة، وهي موعظة. نعم. فكيف بالنقد؟ لأن النقد ثقيل ولا يتقبله إلا واسع الصدر.
وأيضا النفوس لها طبائعها. لطف حديثك فالنفوس مريضة. صحيح. ومن الكلام محنن ومجنن. نعم. فبعض الحديث أو بعض النقد يكون صوابا لكن صاحبه لا يوفق للغة الجميلة، إنما يعرضه بصورة فيها شيء من لغة الاستفزاز، ولعلنا نجعل حديثا لهذه اللغة بإذن الله يعني يوم من الأيام. هل معنى ذلك أن للناقد مواصفات معينة؟ نعم، يعني أولا لابد له من الثقافة، ولابد له من الإلمام في الموضوع المنتقد، ولابد لهم معرفة ظروف الزمان والمكان، لأنني قد أنتقد شخصا على أمر هذا الذي أنتقده عليه في هذا الوقت قد لا يحسن أو لا يصح أن أنتقده فيه قبل سنوات أو العكس كذلك. نعم. فلابد مراعاة عامل الزمان وعامل المكان وقيمة الشخص ومقداره، بحيث قد يكون الشخص المنتقد كبيرا في قومه. جميل. أو أنتقده في مسألة علمية وله أتباع كثيرون. صحيح. فأنا إذا انتقدته إرضاء لغروري أو لهواي أو لما لقناعاتي أو لأتباعي لكي يقولوا والله فعلت كذا وكذا، هذا ليس بنقد، إنما أنقده لذات الحقيقة. جميل. ثم أراعي أتباعه. تخيلوا أنك انتقدت عالما في مسألة علمية ثم راعيت أتباعه بحيث تركز على المسألة وتحفظ لهذا المنتقد قدره. جميل. إذا قرأه أتباعه قالوا هذا نقد منصف ويحسن بنا أن نتبع الحق من أي أحد، بل ربما كان ذلك المنتقد هو أول من يؤيدك. صحيح. لهذا محمد بن عبد السلام اعترض عليه ابن الصباغ في 14 مسألة فما دافع عن واحدة منها. الله أكبر. يعني هذا هو الانتقاد. وكان ابن زيد بن الإمام له شيخ ابن التلمساني، فتجاذب الحديث حول مسألة هو أستاذه حتى تغلب التلميذ على أستاذه، فأنشد الأستاذ مداعبا وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. نعم. جميل جدا. نعم. شيخنا الفاضل، يعني نرى أن هناك من الناس تسيطر عليهم روح النقد في كل شيء، فلا بد لنا من كلمة في هذا. هو الحقيقة أن الإنسان لا يحسن أن تسيطر عليه روح النقد. نعم. بحيث إذا أتى إلى أي مكان فإنه لا ينظر إلا إلى الجانب السلبي. والحقيقة أن بعض الناس نعم قد أوتي بصيرة وأوتي دقة ملاحظة وصفاء فطرة بحيث ينظر إلى الأمور من جميع الزوايا، لكن لا يحسن به إذا قرأ مثلا كتابا أن يقرأه بحثا عن الزلات، إنما يقرأه بحثا عن الفائدة، والفائدة مرجوة وهي الأصل. لكن إن مر به خطأ وكان أهلا للنقد فهنا محل النقد. أما أن يكون النقد مسيطرا عليه بحيث لا يعجبه شيء وكل ما أتي بأمر حسن قال لا بد أن يكون أحسن. نعم. وإذا أتي بالخطأ فرح به، لا يحسن بالإنسان أن تكون روح النقد هي المسيطرة عليه. نعم. جميل جدا. هذا كل ما مضى يحتاج أن نبين للمشاهد الكريم أدوات الناقد. ما هي أدوات الناقد التي يعني تجعل الناقد فعلا في محل النقد الصحيح؟ أحسنت. أولا العلم، وليس المقصود بالعلم العلم الشامل المحيط بكل شيء، إنما العلم بما ينتقد. إنه قد ينتقد أحدا وهو هذا المنتقد ليس أهل الانتقادة. وقديما قال ابن حجر من تكلم بما لا يحسن أتى بالعجائب. إنما يحسن به ألا ينتقد إلا فيما يحسنه، لأن بعض الناس ينتقد في كل شيء في شتى الأبواب. صحيح. وقد ينتقد ويكون أضحوكة للناس، قد يأتي بمعلومة خاطئة أو قد يفهم معلومة خاطئة. وبعض الناس مثلا أذكر لك يعني حتى في أمور يسيرة، أحدهم يعني يريد أن يدخل في كل باب، وسمع بعض الناس يتكلمون في أمر رياضي وهو لا يفقه في الرياضة شيئا، ف سمعهم يتكلمون لما وصل منتخب بلاده لأحدى تصفيات كأس العالم. نعم.
هو يسمع بكلمة المونديال ولا يدري ما معناها. فسمع الحاضرون نحن لو انتصرنا على المنتخب الفلاني فهو أحب أن يشارك. هو لا يلزم أن تشارك في كل شيء. وحب أن ينتقد. قال نحن مصيبتنا كلها إن تخطينا المونديال فالأمر طيب، لكن إن لم نتخطى. قال واحد ما المونديال؟ والله ما أدري وش المونديال بس أسمع. فأشار علي صاحبه قال اسكت اسكت ولا تتكلم بكلمة، إذا خرجت أعلمتك. ثم أعلمه به. قال ما الذي يعني حملك على مثل هذا؟ قال والله كلهم يتكلمون وينتقدون وأردت أن أدلي بدلو. قال ما هكذا ترد الإبل. نعم أنت يعني أسقطت من قيمتك. وحدث ولا حرج في هذا الباب. يعني بعضهم ينتقد مثلا في أمور إذا قرأ المتخصصون ضحكوا عليه. فمن أدوات الناقد العلم. نعم والذوق ولغة النقد، وأن يكون نقده بردا وسلاما قدر المستطاع. هو النقد فيه يكون لاذعا دائما، يكون فيه شدة وصرامة وقسوة، هو بحد ذاته. لكن كلما لطف الناقد وكان مهذبا كان أدعى للقبول. نعم. وكان أرقى للنقد وأرقى للذوق. نعم. والمجتمع إذا رقى ذوقه يعني أنف من كل فعل قبيح. نعم. كذلك ينزل الناس منازلهم قبل النقد. أيضا أنزال الناس المنازل. نعم. يعني نقد الكبير ليس كنقد الصغير، ونقد العالم ليس كأن تنتقد من دونه، ونقد المخطئ أول مرة ليس كنقد المكابر والمصر على خطأه. صحيح. المجاهر بخطأه، المعلن لخطأه. أيضا أحيانا قد يعني يكون العمل أو الأمر المنتقد أمرا خفيا. صحيح. فليس من الحكمة أن يظهر النقد عليه لأنه يشهر. صحيح. والباطل يحسن به يحسن أن يمات لأن يشهر. قد ينتقده إنسان فيصنع له دعاية لم يحلم بها صاحبها. لا حول ولا قوة. نعم. هناك من يدخل في كل موضوع وينتقد نقدا صريحا جارحا، وربما تعتبر هذه ظاهرة حاليا، فما رأيكم بهذا؟ نعم مرت الإشارة إلى هذا. بعض الناس ينتقد مثلا في السياسة وفي الاقتصاد وفي الرياضة وفي الأحوال الجوية وفي أنواع المطعومات وفي الأمور الطبية، وهذه مصيبة. نعم الإنسان يعني لا يقال له لا يكون لك رأي، لكن كما مر في حلقة ليس بالضرورة. أي نعم. إذا كان لك رأي فليس بالضرورة أن تبديه. صحيح. وإذا أبديته فليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد وليس بالضرورة أن تعلنه. فهذه مصيبة. ومن تكلم بما لا يحسن أتى بالعجائب. والناقد البصير هو الذي يحترم الناس ويحترم عقله ويحترم جمهوره ويحترم تخصصه. فإذا نقد كان نقده مثل الطبيب الذي يتحسس الداء فيقع على موضعه فيقرر له إما نوعا من العلاج أو عملية جراحية. وإذا كان أشد حذقا حدد موعد مكان عملية بالضبط بحيث لا يتجاوزه إلى غيره. هكذا الناقد البصير لا يوسع الهوة ولا يشتت الموضوع، وإنما يحرر محل النزاع ويدور حوله ويعالجه بالطريقة العلمية الصحيحة المنضبطة. نعم. هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، ولكن نريد أن نجمل هذه المقولات التي ذكرناها خلال هذا اللقاء ونذكر باختصار هذه البصيرة. يعني خلاصة الموضوع أن النقد وسيلة للإصلاح وليس وسيلة للإفساد، وأن من الناس من يفسد بنقده أكثر مما يصلح. جميل. وأيضا النقد لا بد أن يكون بعدل وأن يكون بإحسان. بعدل بحيث يكون بعيدا عن الظلم والجور، وبإحسان أن يكون مقصد الإنسان أن يصلح وألا يجرح مشاعر الآخرين سواء كان فردا أو جمهورا. نعم. لأن من الناس من ينتقد ظاهرة فيجرح مشاعر أمة من الناس. صحيح. بسبب أنه يريد علاج مثل هذه المشكلة. وأيضا المنتقد يحسن به إذا انتقد أن يتقبل النقد بقبول حسن. نعم. وهذا دليل على كمال عقله وجودة رأيه وأصالته. وكذلك الجمهور
الذي يسمع النقد لا يحسن به أن يكون إماه. صحيح. فإذا سمع نقدا يكون شعاره إما أن أكون مع المنتقد أو المنتقد. نعم. إنما يحسن به أن يمحص. صحيح. فإذا انتقد الناقد نقدا جارحا غير موضوعي طرحوا نقده، وإذا انتقد المنتقد بنقد ليس صحيحا فإن مكانته تبقى. ثم إذا انتقد هذا أحد والنقد صحيحا فينبغي أن تبقى مكانته عند الناس، أنه لا معصومة إلا الأنبياء فيما يبلغون به عن ربهم. فإذا كانت هذه الثقافة حاضرة عند المنتقد بحيث ينتقد كما مر بالأمور منضبطة، وكذلك المنتقد إذا استمع النقد فإنه يحسن به أن يستمع له وأن يأخذ به، وكذلك الجمهور يكون لهم رأي ويكون لهم عقول. صحيح. من جهة ما يقال ومن جهة أيضا من ينتقد. نعم. وبهذا يكون النقد إصلاحا وارتقاء بالعقول ويكون رحمة بدل أن يكون عذابا. نعم. شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، شكر الله لك، ومن خلال هذا اللقاء وهذه البصيرة، بصيرة ثقافة النقد، تعلمنا أن للناقد مواصفات وصفات، وكذلك أن للنقد هناك أدوات يستخدمها هذا الناقد. بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. مشاهدي الكرام، قلنا ما شاهدتم وسمعتم في هذه الحلقة وهذه البصيرة حول ثقافة النقد من هذا البرنامج، برنامج بصائر. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر تملأ الآفاق نورا وتنشر في مرابعنا العبيرا، صفت وسمت وطابت فهي عذب نمير يقتفي عذبا نميرا، تزيد القلب إيمانا وتجلو عن القلب المريض أذى كثيرا، فكم من حكمة فيها وقول ينير العقل ويذكي الشعور، حديث ذو شجون ساميات جميل رصفها تشفي الصدور.